يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أقرب فرقة للسنة لأهل السنة والجماعة هي فرقة الأشاعرة؟ لأننا قد سمعنا من يقول بهذا. عاد ينفعهم لصاروا أقرب، ما ينفعهم إلا لو صاروا مع مثل أهل السنة. يعني هم قالوا أنهم أقرب لأنهم يثبتون 7 صفات أو 14 صفة، فهم أحسن حالا ممن نفى الصفات كلها، لكن هذا ما ينفعهم، أليسوا من أهل السنة؟ لأن الصفات على نمط واحد، إذا أثبتت بعضها يلزمك أن تثبت البقية. نعم.